نعم أكيد يا مازن، واحدة من الحالات اللي هي جميلة إنه المشاعر دائما بتكون صادقة، فأنت بتقدر تتحكم في تفاصيلك اللي هي بتكون خاصة بك، فبعض مرات بتطلع في شكل دمعة، في شكل بسمة، مرات حتى في ضحكة. إحنا حلقتنا قلنا حنستمر وحنواصل فيها إنه نفرد مساحات لكل الناس اللي كانت عندها دور واضح جدا في إنها هي تنقل وكمان توري كل التفاصيل الجميلة لكل الناس اللي بتتابع برنامج صباحات سودانية. إحنا حابين نشرككم معانا الناس اللي كانت بتكون في الكواليس وكانت تحت الهواء، اللي كانت داعم لنا، واحنا كنا دائما بنعتمد عليهم انه عشان هم المشاهد الاول. قبل ما نقدم الماده بنشوفها في عيونهم، احساسهم تجاهها، بدون الامل، فاحنا قمنا واصل الحلقه بنفس المود اللي احنا بدينا به دائما، وحتى شكل التفاصيل اللي هم بيمنحوها لنا لما يكونوا قراب لنا، وانه ممكن خلينا نقول في شكل دعوه، ممكن حتى في شكل نصيحه عشان ما نبقى افضل. تلاقي زول الصباح يقول لك الله يوفقك من العاملين في القناة، يعني البرنامج ده بس دار أذكر المشاهدين برنامج صباحات سودانية من البرامج الصعبة جدا، برامج الصعبة في الإعداد، من البرامج الصعبة في التصوير، من البرامج الصعبة في الإخراج، لأنه بيكون فيه العديد من الفقرات، فيه أكثر من 10 أو 12 فقرة أنت بتشاهدها على الهواء مباشرة، في ناس كثيرين بيكونوا شغالين عشان الفقرة دي تطلع ليك وأنت تشاهدها في البيت بكل ارتياح. إحنا دايرين الليلة نشارككم معانا في الناس اللي احنا شايفينهم قدامنا دول وانتم ما شايفينهم، دايرين نجيبهم لكم قدام الكاميرا عشان تشوفوا المجهود اللي هم بيبذلوه عشان صباحات سودانيه يفضل مكمل لسنه كامله بدون ما يجيف ولا يوم. سعيدين جدا يكون معانا. اول حاجه نبدا بطاقم المصورين، هنبدا مع حسام. حسام هو واحد من اول المنضمين كمان لبرنامج صباحات سودانيه في القناه. حسام صباح الخير. صباح السعاده عليك وصباحك نور. الله يخليك يا رب، منورنا قدام الكاميرا. تفضل. اي اخي معقول يا حسام؟ تفضل. صباح الخير عليك حسام. انت تجي من الصباح بدري بتكون واقف قدام الكاميرا، المهم انك تقول انه انت نقولنا احنا بشكل كويس وبشكل جميل وبطريقه احترافيه عشان المشاهد السوداني يتمتع ويشوف برنامج جميل، برنامج صباحات سودانيه. احساسك شنو برنامج بيتم سنه؟ البرنامج بيتم سنه الاولى يعني. والله بهنيكم اول حاجه واقول لكم كل سنه طيبين وان شاء الله مزيد من التفوق والنجاحات ان شاء الله. وقوم الصباح دي احنا بنيجي عشان نسعد المشاهدين بس. يا سلام. الرؤيه بالحركه الكاميرات والصور الجميله، وان شاء الله يعني لقدام حيكون افضل وافضل. تفضل. طيب اي تاخذ كده. والله انت قلت كده صح. تفضل. شكرا شكرا. واحده بس يا حسام. كل سنه وانت طيب يا حسام. يعني ما بقيت نقول المشاهد اول حاجه السماعه اللي انت لابسها دي شنو؟ تفضل. السماعه دي اساسا يعني ده انت تجري الكاميرا سماعه قال انت فارقه مع المخرج، يعني مثلا بديك اوردرات يقول لك اعمل كده وكده وكده، مرات يعني بيكون عندكم مشكله في الهيربيز بيقول لكم ايه حاصل كده كده. نعم بتنقلنا يعني من غير ما المجهز ذاته يحس بالناس اللي قاعدين يتكلموا انه في مشكله ولا في حاجه. ايوه بنوضح لكم حاجه يعني من غير ما الضيف ذاته يحس بالحاجه. حسام يعني. احنا عايزينك برضو تتذكر معانا اللحظات السعيده اللي كانت او ممكن تكون من المشاهد الباقيه كده في ذاكرتك خلال برنامج صباحات سودانيه من لحظه ما ابتدانا حتى الان. والله في ذاكرتي من الحلقه الاولى لحد الحلقه اللي كلها متذكره. كلها متذكره النص. يا سلام. متذكر سرخان في موقف كان حصل ظريف بينا. اها تقول غير تقول مع السلامه، قالت لهم احلام سعيده. هي تصبح على خير. نومه ابو سعيد استاذ حبيبه قال لا اله الا الله نومته بليله ثانيه. يمكن البرنامج كمان سنه حصلت احداث كثيره، يمكن انتم كنتوا بتنقلوا الاحداث دي على الهواء من الكواليس لما نبدا الصباح. يمكن المصورين دول يا جماعه هم اول ناس بيجوا يخشوا الاستوديو عشان يظبطوا الكاميرات ويظبطوا الحديد، احنا بنخش بنلاقيهم خلاص جهزوا ستاند باي وجاهزين للبرنامج، فهم اللي بنقولوا لنا بقى الروح بتاعت الاستعداد. يوم انت تخش الصباح حتى لو انت نايم شويه او نعسان، المصور لما يقول عنده حيويه ويقول لك اقعد كيف لا شد البدله لا صلح القميص، لازم نقول لك روح ان انت تبدا البرنامج بطريقه كويسه. يعني حاجه جميله للمشاهد يعني. نظره بتكون كده. احنا بنكون من الكواليس لكن بنظهر الحياه الكويسه. سبحان الله. برضو أنا عايز أضيف برضو حاجة للناس خليها تكون مشاركانا لها. حسام برضو كان عنده لمسات واضحة جدا في جانب الإعداد، يعني دائما بيقيف على إنه يا جماعة الفقرة المرة الجاية لو عملتوها أضيفوا فيها كده، نسبة لخبرتك طبعا التلفزيونية القديمة اللي أنت بتشركنا دائما آرائك وبتحسسنا بإن أنت نظام الفقرة ما كانت مثلا ممتعة، أضيفوا واحد اثنين ثلاثة عشان تبقى ألطف عشان تبقى ممتعة أكثر. فإحنا ذاتنا بنشكرك جدا على الحاجة دي وعلى إنه خلينا نقول دعمك الدائم لنا. شكرا. العمل التلفزيوني الناس بتتشارك مع بعض عشان تطلع حاجه جميله. صح، فريق كامل متكامل. أيوة ان شاء الله. يعني ما مصور ومعيد هنا، كل الناس بتتشارك بتطلع حاجه جميله للناس يعني. دي روح التيم بتكون دائما كده. ايوه. انك تقدم رساله لسودانيه 24. بقول لك كل سنه طيبه وان شاء الله كل سنه
تكون افضل وافضل 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 ان شاء الله. افضل بيكم وافضل بادائنا وافضل بشغلنا وبشغلكم ان شاء الله اللي احنا بنقدمه للمشاهد ان شاء الله. سودان 24 تفضل في الرياده السنه الجايه كمان ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك يا حسام. على الكاميرا صعبه شيء السنه ما قادر اعيد والله اكتشفت المعلومه دي هسه. صح شباب الضيوف مرات نقول لهم اياها شويه. ايوه ما تشتغل بالكشافات ما تشتغل بالكاميرات لهم حاجة. موضوع صعب شديد. شكرا لك يا حسام. تسلم. الله يخليك. تسلم. وانت طيب يا رب. الله يخليك. تسلم. شكرا.